دلوقتي بقى احنا جاهزين نفت الفته. طبعا مش هنفتها غير والاذان مثلا فاضل عليه 5 دقايق بالكتير عشان كل حاجه تبقى سخنه. عندنا الشوربه عملنا لها الطشه الحلوه طعمناها، عندنا كمان الصلصه قصرت وخدت القوام الحلو بتاعها، وكمان الرز دي حله رز انا مسوياها قبل الحلقه لاننا ما شاء الله هنعمل صينيه كبيره لحبايبنا كلهم يفطروا النهارده، فمزودين الرز يعني كده عشان الصينيه تكفي. دلوقتي كل اللي فاضل عندي بقى ان احنا نبتدي بقى نعمل ايه الطبقات بتاعه الفته. نفت بالمصري يعني نعمل طبقات الفته بتاعتنا. قبل بقى ما نعمل كده ما تيجوا نقول الفزوره مره كمان ونشوف بجد المجهود الرائع اللي قايم بيه استاذ احمد حسين مخرجنا، كتر الف خيرك يا استاذ احمد، وطبعا مجهودك يا روان انا بقول استاذ احمد حسين مجهودك طبعا فوق دماغي والله. يلا بينا نقول الفزوره مره كمان. اسمه موجود على النخله، مقلي وفي الزيت، مقلي في الزيت وبالسيره بيحلى، اصله من الشام واحنا عملناه احلى، واللي جابوه في الامثال احنا، اصل الفقري ولا طاله ولا عنب اليمن رحنا. نقولها تاني، اسمه موجود على النخله، مقلي في الزيت وبالسيره بيحلى، اصله من الشام واحنا عملناه احلى، واللي جابوه في الامثال برضو احنا، اصل الفقري لا طاله ولا عنب اليمن رحنا. دي كده الفزوره يا جماعه بتاعتنا. يلا فكروا وقولوا لي، وكمان الفته كلها جاهزه معانا اللهم بارك. اول حاجه هعملها انا جبت عيش بلدي وحمصته، سواء تديله معلقه سمنه او زيت وتحمصيه في الفرن او تحمصيه على عين البوتاجاز مفيش مشكله، انا بحطه في صينيه وبحمره في الفرن بيبقى اسهل وما بياخدش ماده دهنيه كتير. ولو جبتي بقى العيش المفقع ده ما تحمصيهوش، العيش المفقع ده تروحي مدياله بالبوكس كده مكسره وتروحي حاطاه في الصينيه على طول وتسقيه بالشوربه ما تحمريهوش خالص. يلا بينا بسم الله. ده كده بقى ايه، ده كان عيش طري فعشان كده حمصه. والله يا جماعه كمان العيش المفقع كمان بيدي طعم قوي للفته. كمان بقى العيش اللي بالرده، يعني عارفين انتوا الفته بتاعت اليومين دول ساعات بنعمل فته الشاورما وكده وبنروح عاملينها بالعيش الابيض، ما بتديش كده ايه الشمخه الحلوه بتاعت فته امهاتنا زي عيش الرده، العيش بتاعنا العيش المصري كده. دي طبقه كده عيش، وزودي شويه لان هي بعد كده مع الشوربه وبعد ما تطرى طبقه العيش دي هتقل. وهنطعمه دلوقتي، هنخلي كل اللي قاعد ياكل في الفته بيدور على العيش، يعني انت لو عندك سمنه بلدي وطعمتي بيها العيش مع الحركات اللي هنعملها دلوقتي دي هتديله طعم في منتهى الجمال. اول حاجه هتنزل على العيش الشوربه بتاعتنا، والشوربه بقى دلوقتي من جاي ورايح كل طبقه لازم تطعم بالشوربه. نشيل كده كل حاجه بسم الله كده كويس يا استاذ سيف. احنا نجيب الشوربه الناحيه دي. يلا بصوا طعامي كده العيش كويس قوي بالشوربه، ده اساس الفته في كل حته كده. وما تنسيش ان الشوربه متطعمه بالطشه بسم الله. شوفوا ازاي، شوفوا الجمال اهي تحفه كده. لازم لازم العيش يتشرب، مش هيطرى لان مش هغرقه زي ما انتوا بتعملوا. ونرجع نقول امال احنا بنحمصه ليه؟ لا انا مش هغرقه، انا بديله كده ايه يعني شويه ايه يطرى بسيط كده. دي اول حاجه معانا. بعد كده هطعمه كمان بالصلصه، هنجيب كده الصلصه بتاعتنا بسم الله واقلب الصلصه وهاخد كده وامشي على العيش اطعمه كله. اللهم بارك على صينيه الفته دي والف هنا وشفا لكل اللي هيدوق منها يا رب. في كل حته كده بصوا ازاي اهو ما شاء الله طعامي كويس قوي. الصلصه بتاعتنا معموله خفيفه وطعمها حلو والتومه شاربه الخل، فمدياكي طعم وريحه في منتهى الجمال. شوفوا الشكل، عارفين الفته تتاكل على كده خلاص. وبعد كده هنجيب بقى ايه الرز، حله الرز بتاعتنا بسم الله ما شاء الله.
وندي بقى ايه طبقه الرز برضو كده. اوعي تساوي الرز الفته المصري بتاعتنا، مفيش حاجه اسمها تروحي جايبه لي ظهر المعلقه وتروحي مسويه لي كده، لا لا لا، الفته بتاعتنا لازم الرز يبقى منعكش كده، دي فته ست الحبايب الشكل اللي احنا متعودين عليه. بصي في كل حته كده اهو، وطبعا ريحه الرز كمان يعني تتحدث عن نفسها لو انتوا شامينها ما شاء الله، يعني سهله وسريعه، وتقدري النهارده تقومي بعد الحلقه على طول تعملي احلى صينيه فته، وتجمع بقى تجمع كل الحبايب، اكتر صينيه ممكن تجمع الحبايب كلهم. يتعمل عليها ايه يا شيف هاله؟ يتعمل جنبها ايه؟ طبعا اساسي اساسي لسان عصفور على شوربه اللحمه، وممكن تعملي كمان ملوخيه على شوربه اللحمه، وتعملي طبق بتنجان مخلل، تعملي لو عندك لفت ماشي تحفه، وممكن تحطي الشوربه نفسها كده لوحدها طعمها حكايه ما شاء الله عليها. اهو بصوا كده بسم الله ما شاء الله، ودي الرز كده في كل حته، خلي كده كل اللي هيجي ياكل المعلقه يبقى فيها الرز وفيها العيش وفيها كل حاجه، اهو تحفه ما شاء الله. بس كده طبعا انا اسفه جدا ان انا جريت ريقكم على الفته وانتوا صايمين، بس انا كمان صايمه. ودينا بندي لبعض افكار تسهل عليكم وقت الفطار ان شاء الله. طبقه الرز كده حلوه قوي، يا دوبك تغطي العيش بس ما بتبقاش كتير كده، تحفه ولا كلمه. هنعمل ايه بقى؟ ايه الطبقه اللي جايه؟ شاركوني بقى يلا، مين يقول الطبقه اللي جايه هتكون ايه؟ مين اللي قال شوربه؟ صح صح، نيلي قالت شوربه ومونيلي كمان قالت شوربه. طبعا اكتر ناس بيطلبوا مني على طول الفته. روان قالت مش هتدوقي الفته على الفطار النهارده يا روان. بصوا كده شوربه نطعم بيها الرز وطعم بيها بقيه العيش من تحت بالشكل ده اهو يا جماعه. والحروف اهتمي بالحروف، فتت ست الحبايب لازم تبقى واخده حقها من الشوربه اكتر حاجه. امال هي اسمها فته ازاي يعني؟ علشان موضوع الشوربه ده. نشيل بقى دي كده خلاص، واخر حاجه معانا بقى الصلصه بسم الله لسه سخنه. ناخد بقى الصلصه كده نقلب برضو الاول، وبعدين برضو اعملها خطوط كده دائريه عشان الصينيه مدوره، عشان انا عايزه كل اللي ياكل يلاقي الصلصه في كل حته، وممكن تحطي كمان بولتين كده صغيرين فيهم صلصه جنب الاكل اهي. يلا يا ستي برسم لك كمان صوره السفره عندك كامله كده، وبعدين برضو جوه كده بالشكل ده مع بعضينا اهو خطوه بخطوه، حاجات بسيطه هي لكن بتفرق في الشكل وبتفرق كمان في الطعم. مش قادرة أقولك قد إيه. ليه؟ ليه ده إحنا عايزين نحطها بجد؟ ليه كده يا سوسو؟ جوعنا، لا جوعنا دي ما تشيلونيش الذنب بجد، لا حرام عليكم، لا ما تشيلونيش الذنب. ليه؟ طب أنا عايزة حبايبي على اللايف بجد يحكموا هما. أصلاً؟ كده بصوا اهو بس كده، ونجيب بصوا بصوا شكلها والله يعني مش محتاجه حاجه تاني، يعني مش محتاجه. ايوه تورته الفته، شوفوا شكلها. وبعد كده بقى نروح حاطين اللحمه كده، برضو وزعي اللحمه ما تبقاش في جنب واحد، برضو كل اللي يمد ايده من اي ناحيه، اللي قاعد على اليمين هيطول، اللي قاعد على الشمال هيطول، اللي قاعد في اول السفره، اللي قاعد في اخر السفره، ما تخليش حد عندك على سفرتك يشب. او حد يقول لك والنبي ناولوني الطبق اللي هناك ده، لا يا جماعه ما تعملوش كده، قسميها كده على اساس ان تبقى الاكل متوزع على الكل. اهي بصوا بقى صينيه الفته يا دلع دلع. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك.
الله يخليك يا استاذ احمد، تسلموا لي جميعا. نمسح بس كده، نوديها بقى مكانها في فرشتنا الحلوه وسفرتنا الحلوه. يلا تعالوا معايا. بعد اذن كده قدره الفول، ادي كده ايه طبق البتنجان. بسم الله، نشيله بس كده ثواني وهنرجعه تاني. وادي كده حبل النور الحلو اللي هينور الاكل كده. والله هو الاكل منور لوحده من ايديكم. نجيب بقى الصينيه الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله اهي يا ست الحبايب، على سفرتك اهي. شوفوا الجمال، شوفوا جمال السفره بتاعتنا النهارده. وكيس المخلل ده حطيته لوحدها كده على السفره تفتح النفس. وخلاويص، خلصنا. عملنا النهارده مع بعض اكتر صينيه ممكن تجمع العيله كلها. ريحتها بتبقى جايبه اخر الدنيا على راي سيف، يقولك احلى حاجه في الفته ريحه طشه التومه بتاعتها. واحنا عملنا كذا طشه النهارده، فالروايح طالعه ايه ما شاء الله. الف هنا وشفاء ليكم جميعا.